طيب من نبقى في مسألة الإقالة ومع الوزراء، وفما إيقاف لوزير يعني في اليومين الأخيرين، فما وزير تم إيقافه، تعرفوا شكون على الجلاسة؟ وزير ضغط الدم. يلا إيقاف وزير ضغط الدم، والمحامي نتاعه هو الأستاذ الأزهر العكرمي، هو محامي وزير ضغط الدم. تفضل يا عبد السلام، تفضل. منذ أيام تم إيقاف المدون هذايا اللي هو سي كريم الجبالي صاحب الصفحة المعروفة وزير ضغط الدم والسكر. في الإطار هذا المحامي نتاعو السيد الأزهر العكرمي قال أنه فما شخصية نافذة في الداخلية هي من كانت وراء إيقافه. السؤال مطروح لهنا، هل أنه الدولة ماشية وتسترجع في سياسة تكميم الأفواه التي بدنا نسيناها بعد 2011؟ في بالي الحاجة الوحيدة اللي ربحناها من الانتفاضة هي حرية التعبير. إذا باش نرجع معناها نمليو على المدونين ونهدوا فيهم، إذا ما عملنا حتى شيء، إذا الأمور ماشية نحو الأسوأ. وأيضا ماذا بينا نعرفوا يعني شكون هالشخص يعني الفاعل في وزارة الداخلية اللي يوقف وراه، ماذا بينا يسميها سيد الأزهر العكرمي؟ أي هو حسب ما سمعت في مواقع التواصل الاجتماعي قال باش يعملوا كونفرنس دو بريس وباش يعملوا. ماذا بينا خاطر ما فدينا من الأطراف وأطراف وأطراف وأطراف، سميونا الأطراف خلي الشعب التونسي يعرف. طيب نمر